انا اللي ممكن اطلع على الكمبوس انا عارف يعني. انت مش فاهم يا فندم. رمضات يعني عربية بنزين طيارة. خفيف. نرجع جنبك. يا سيدي ما يستحملش ده هو مكان واحد. واحد ده بس. زي بعض. واول ما نوصل الاسكندرية نبعت عربية تاكسي بعيد. يلا بينا. والبدل اصغر. يلا. والله. عشان اجيب لكم عربية تاكسي. اصغر بدل ما تسالين بالسلاح. انت ليه؟ مش انت يا اخويا. عشان انا اسمع بالانتظار انا وليا نفوت وقت ما اجيب لكم عربية. قال الاستاذ صاحبي وعدت نفوت ويقبلوا في الحكاية دي. وانا كمان مش اقل منكم. ده ايه يا فندية؟ ايه يا فندية انتوا هتكرمتونا ولا ايه؟ تكرمتونا ايه؟ تكرمتونا يا عالم. تكرمتونا يعني تكرمتونا. مش محتاجة تفوت يا استاذ ولا علاج. اي حمار فينا يقول فينا نص عربية وخلاص. خلاص اروح انا. لا يمكن. ليه بقى؟ ما عنديش نفوس؟ نفوس؟ احنا كده نفوس 4-0. ايه دمك الخفيف دوت؟ هو كان مرفعوش زانه ولا ايه؟ بس استنى بقى.